انا ودن الجدع اللي كان ده قلبالي بعدين. انا لسه مرجع مناخيره. ايه يا جماعه؟ ايه يا تيسير باشا، هنجيب الكاس ازاي عشان نروح من هنا بقى؟ انت فاكر الموضوع بالسهوله دي؟ الطريق لكاس امم افريقيا مليء بالصعوبات والمخاطر. صعوبات ايه؟ هنلعب الجزائر؟ لا، هنتبع الخريطه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، الخريطه بتقول عند ظهور شجر الميسي ميسي اعطي له زهرك. شجر الميسي ميسي اعطي له زهرك، ثم قم بالدوران 360 درجة. بس كده، ثم انظر الى اليسار وقم بعد 10 خطوات وانت تنظر الى الاعلى. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. بالشفاء يا باشا، يلا بينا يا عصفور. ده وقع يا دكتور. يلا بينا يا عصفور. يلا ايه؟ الجدع هيموت يا دكتور. يعني انت اللي فحرت له الفحرة دي؟ ايوه انا، ده انا دخت لحد ما لقيت حفرة على مقاسه. ايوه بس ده كده ممكن يموت. ولا هيموت ولا حاجة، خلينا احنا نرجع مصر بالكاس وهو يرجع مصر بفضيحة. ايوه بس احنا نرجع بالكاس ازاي يعني اذا كان هو اللي معاه الخريطه؟ الخريطه معايا يا قفص، الخريطه اللي معايا دي خريطه ليبيا. يا ابن اللعيبه يا دكتور، عارف الغابه دي بتفكرني بحديقه الاسماك عندنا، بس هنا حيوانات وهناك اسماك. هناك لا حيوانات ولا اسماك. الواحد هنا ممكن يجيب القطش بتاعه ويظبط ولا اي حد هيضرب بيه. صح؟ مالك يا دكتور؟ في ايه؟ في ايه؟ يا نهار اسود، ثعلب! اجري يا دكتور! اجري فين يا غبي؟ عصفور انت غبي، ولو انا مت مش هتعرف تتصرف هنا لوحدك. عصفور! لقد وجدت هذا. سأستبدلها بثلاث بقرات. أربع بقرات. ثلاث بقرات. أربع بقرات. ثلاث بقرات. أربع بقرات. ثلاث بقرات. بقول لك يلا أنت وهو، مش عايزين هزار بوابين. يا لهوي! أنت متأكد إن الكاس هنا؟ وأنا يعني جايبه من بيتنا، مش دي الخريطة اللي كانت مع تيسير؟ ما هو ده اللي قلقنا يا دكتور. كده يبقى كمان قدام 5 متر. 1 2 3 4. اهو الكاس، اهو اهو اهو. انزل انزل انزل. بس استنى، ازاي بالسهوله دي؟ ما هي حاجه تقلق الصراحه. احنا ما كملناش يوم. يلا خش هاتوا عصفور. لا ما انا اصلي لو دخلت جبته وحصل لي حاجه انت مش هتعرف ترجع مصر من غيري. ما هو انا لو دخلت جبته وحصل لي حاجه انت مش هتعرف تعيش من غيري. على السكه وعلى الدغري كده انا قلقان. خش هاتوا. خش انت وانا هعمل لك ظهرك. خش يلا انا معاك اهو. عصفور انت ايه اللي حواليك ده يا دكتور؟ انا اتجمدت يا عصفور. اتجننت ازاي يعني؟ اتجمدت زي الجيلاتي كده. وهذا عقاب من يتجاوز الحد. يلا بينا. حد ايه ده الكاس ده بتاعنا، احنا اللي كسبنا غنى وخدناه. انتوا حتى اصلا ما عندكوش فرق كوره. اخرس والزم حدك واعرف جيدا مع من تتحدث ايها المزدل الوسيم. لا يا ابله، فقره السحر دي مش هتخش علينا. فك الجدع وادينا الكاس وخلينا نخلع من هنا من سكات بدل ما هينك. انا الساحره اتولدت ولا يجرؤ احد على اهانتي. بك إلى هنا وكيف أتيت؟ والمصحف ما أعرف، أنا امبارح رحت للساحرة إياها، ثبتت بيرم ولقيت نفسي برجع بالعكس زي مصطفى قمر في أغنية مناية، عارفه؟ آه بتاع أصحابه اللي بيزنس، صديق هاني سلامة. بالظبط، الله ينور عليك، هو ده. هذه المرأة ليست بالسهولة التي تتوقعها. ما أنا مستغرب ياما يا جدع،
بغض البصر عن انها مرض. ازاي تخلوا شخصية قذرة زي دي تحكمكم على ماضي؟ لقد كان لنا ملك شديد قوي. وماذا حدث له يا ماماضو إذن؟ لقد انتزعت منه هذه الساحرة الملك. بقولك يا ماماضو، عالسكة وعالدغري كده، أنا لازم روح أنقذ بيرم وأرجع بكاس أفريقيا، غير كده مش هياكل. فلنذهب إلى الملك الذي انتزع منه الملك، فعنده الحل. الملك كاكا. اسمه إيه؟ كاكا. هي اسمها تولد وهو اسمه كاكا؟ أنا عايز أمشي يا عم من قلب المراحيض دي. إذا ما أنت نام في هذا الكهف وفي الصباح رباح. أنا هنام في القرطاس ده؟ نعم. اذهب اذهب. كل القرطاس ده فينا مسانيس برضه. لا لا لا، إنه به بعض الناموس. بليز هيلب، بليز هيلب مي أوت. بليز، بتعمل إيه يا خواجة؟ بتصور إيه يا خواجة؟ نو نوت لايك ذيس. إيه ده، موز وبرتقال؟ By the way, I am human. لقد سلبتني توالت ملكي بشهرها. لا مؤاخذة، يعني الدماغ مش واصلة، مش حاط ايدي على البلف. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ لم أكن أتوقع أن قبلة ستكلفني كل هذا الثمن الباهظ. هو أنت تنزلت عن ملكك كله مقابل فرنشاه؟ ليس هكذا الوضع، استمع إليه جيدا. قامت توالت بوضع تعويذة في فمها يتم تفعيلها عندما أقبلها في فمها. شفت آخرة النجاسة؟ عندنا في مصر اللي بينجس عربيته بيخيش يا معلم، وأنت نجست الغابة كلها. وهكذا سلبت منك الملك وزادت في قوتها كساحرة. تماما، هذا ما حدث. طب واحنا ازاي يعني لا مؤاخذه نقدر نبطلها سحرها ونرجع لك ملكك؟ وارجع انا بالكاس. انت جاي تتكسف دلوقتي؟ قول يا عم، ما خلاص انت كده كده سقطت في نظري. كما قبلتني في فمي ونزعت ملكي مني بشهرها، يجب ان اقبلها في فمها كي ابطل سحرها. انت مخترع القصه دي كلها عشان تأنبس البيت. وقف انا والراجل الطيب ده قرايل. لا على جثتي يا ماماضو، الراجل ده مش محترم. لا حياه في العلم يا النبي. لا انا جاي اجيب كاس افريقيا، مش جاي اقف هنا اوراني. عندك حل تاني ولا اخلع؟ يوجد حل آخر يا صديقي. شفت، قلت لك الراجل ده مش محترم، أول ما ضغطت عليه طلع بحل تاني. راجل قذر. ما هو يا كاكا؟ إذا شربت دمعة من دموع توالت تعود إلي قوتي وملكي وشبابي. وهي ماذا سيحدث لها يا ملك الفرنشات؟ سيذهب عنها سحرها، سيبطل. وكيف نجعلها تبكي هذه العجوز الشمطاء؟ يا لك من مز وسيم. ربنا يكرم أصلك. يلا بقى سيبيني أمشي واديني الكاس. لن تمشي، سوف أحتفظ بك عندي. تحتفظ بيا؟ لا، طب أقول لك حاجة تانية بقى، سيبيني أمشي واحتفظ بالكاس. يا لك من عسل. عسل؟ أنا ملاحظ في نبرة كلامك أني بتشيط. أنا عايز أمشي. لن تمشي من هنا، أنت ستصبح زوجي إلى الأبد. زوجك؟ إيه التلبيسة دي؟ لا يا ستي، شوفي حد غيري. أنت لا تملك الرفض، هذا قراري وسينفذ، وإلا سأجمدك مرة أخرى. يا حراس أقيموا الأفراح. الزرافة دي برضك بتاعتك ولا اتسلبت منك يا كمان مع الفرنشاية؟ هذه ليست زرافة، هذه نعامة. يا راجل، بس اصلها زورها طويل قوي زي الزرافة بالظبط. دعوة الفرح، دعوة الفرح. ايه يا نهار ازرق، دي توالدت هتتجوز بيرم. وحسرتها، هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب ازاي يعني يا ملك الفرنشات؟ بهذه الزواج يكون لنا
قريب منها يأتي بدمعتها. ماشي يا اختي. مالي اراك منزعجا ايها المز الوسيم؟ طبعا منزعج. ايه التنوره اللي انا لابسها دي؟ عايز افهم ايه الشياكه في كده يعني؟ وبعدين انتوا ليه مش ملبسيني حاجه من تحت؟ انا اتخدي هتتجمد. يا حراس! لا لا خلاص والله انا اسف، انا اسف والله. اين الطعام؟ شندو؟ شندو مين يا عم؟ انا عصفور. عصفور عصفور، احنا اتطبقت فوق دماغنا، شفت اللي جرى؟ بقول لك ايه، اوعى تبوسها، البت اللي هناك دي بتسحر عن طريق البوس. انبض وعيش واعمل كل اللي انت عايزه، بس اوعى الفرنشات، لو بوستها هتصحى تلاقي نفسك مسخوط سنجاب. اسود، طب اعمل ايه؟ بقول لك ايه، على السكه وعلى الدغري كده الكره بقت في ملعبك. ازاي؟ البت اللي هناك دي لازم تبكي. لازم ايه؟ لازم تبكي، تجيب اهات من عينيها. تفتكر الولايه دي هتبكي ولا هتطلع سلسفيل ابونا؟ انها هتطلع سلسفيل ابونا، انه لن يعرف يخليها تبكي، انها وليه جبلة وما بتحسش. عمال تقفلها في وشي انت يا معلم، صح؟ عايز ترزع الفرنشاية عندها النص، طول ما انا في افريقيا مش هتبوسها. ايه ريحتك دي يا معلم؟ انت في كلب ميت تحت باطك ولا ايه؟ هنادي اتكلم، يبكي يا ليه؟ لا شيء، اما شكل عليه الحال وبين هو انت بتتفرجي على فيلم تاني ولا حاجه؟ ايه المضحك في الموضوع؟ هنادي ذهبت في الوباء، يا له من افيه. يا له من افيه. البنت اغتصبوها وبعدين قتلوها وبعدين اختها قتلوها، ده بيضحك؟ انه كل الاحداث مضحكه. امينه رزق مضحكه؟ امينه رزق، يا لها من كوميديانة. امينه رزق كوميديانة؟ نعم. انت حولة ولا ايه؟ شوف غيره. الحرام، هو فاتن حمامة؟ ممكن فاتن حمامة تجيب معاكي شوية، بس هتجيب ايه اذا كان امينة رزق كوميديانة؟ هي حطها لي. ما قلت لك، قلت لك، قالوا لي ما فيش غير الكايب. ايه
ده من اكثر الافلام كوميديا. يعوض ربنا علينا في كاس افريقيا. يا لها من نهايه سعيده. قوي مشهد الموت ده مسخره. ساذهب لتعديل مكياجي. ما تنطق يا دكتور، عملت ايه؟ دي هبله يا عم، بتضحك على اي حاجه. فرجتها على كل افلام خالد يوسف اللي لو فرجت عليها طوبه هتعيط، وبرضه بتضحك. ولن تبكي يا دكتوره. ده مين المتسول ده؟ اهو المتسول ده بقى يا سيدي ملك هنا. اتفضل. ده بقى يا سيدي ابن الجزمه اللي ظرفها الفرنشايه، واحنا في التريب ده بسببه. ولن تبكي ابدا يا دكتوره، ولن تدمع، لان توالدت الاحساس عندها بالشقلوب. اسماعيل ياسين في البوليس، حماتي ملاك، انطر ولبلب، مدرسه المشاغبين هي دي. هل تاخرت عليك؟ لا لا خالص. كم انا مشتاقة اليك يا زوجي العزيز. مشتاقة ايه وانا اعرفك؟ بص هنأجل الاشتياق ده شوية وبعديها انا من ايدك دي لايدك دي. ولكني مشتاقة. تعالي بس اقعدي هفرجك على حاجة. مشتاقة طول عمرك. تعالي اقعدي هفرجك على حاجة. ده انا جايب لك حتة مسرحية، مسرحية مدرسة المشاغبين. ده انت هتعيطي عياط. ما احنا قاعدين مع بعض بس. هي ساعة الحظ دي بتتعوض. انت يا عبد انت، هو ده الملك ولا نصاب؟ هو بسحنته. والله شكلك انت اللي نصاب. اطلع بالكاس يلا. لا روح امك، كاس افريقيا. يا سياده السفير. لا يا فندم، انا طلعت خلاص من الحفره. انا عايز ارجع مصر. صريح الزفت ده اسهمه عماله تزيد، وقريبك ده اللي راح ورجع لوحده. من ساعة ما رجع وهو مكتئب. بينه وبينك الموضوع ده غلط من الأول. تيسير هو اللي غلط. ما أنت اللي سمعت كلامه. خلاص خلاص عشان التصوير. شفت يا تيسير موضوع الكاس ده؟ بصراحة الرجل العنابي ده طلع بطل بجد. مش عارفة ازاي قدر يروح يجيب الكاس ويجي كده. الكاس؟ هو المروح ما كانش فيه مشكلة، الرجوع هو اللي كان فضيحة. أنا زهقت، تحب أحول لك الماتش؟ إذا سيم يا بيبي أي حاجة. أنا زهقت من التلفزيون. بقول لك يا دينا، ما تيجي نتعشى بره النهارده. ميرسي، عامله دايت. بعدين انت كمان مش عامل دايت؟ لا عامل. انا قصدي يعني نروح، يعني انت تتعشي
حاجه دايت وانا اقعد اتفرج عليكي. ميرسي يا روحي، ماليش نفس اخرج. طب بقول لك ايه، ما تيجي ناخد العربيه ونلف لفه كده. كبرنا على الكلام ده يا تيسير. طب بما اننا كبرنا على الكلام ده يا تيسير، ما تيجي نجيب للواد نظام اخر كده. معلش انت يا روح. لا معلش يا حبيبي، اصل انا خلاص ما عنديش استعداد ان انا اخلف وربي تاني، كفايه عليا قوي النظام. انا كمان مش قادر اصلا. يعني انت لو كنت قلتي اوكي كنت اقول لك ان انا مش قادر. تيجي نسافر؟ سافر؟ والله فكره حلوه يا تيسير. طب وشغلك؟ لا سيبك من شغلي، انا ممكن اخد اجازه عادي. ايه رايك ناخد الواد نظام ونطلع الاقصر واسوان نفك كده شويه؟ خلاص انا هطلع اجيب نظام وننزل نجيب شويه حاجات للسفر. ماشي يلا. فين على وجهك؟ فين؟ صباح الفل يا نجم. صباح الفل يا بخت. شفت مين اللي اتصل بيا؟ مين؟ اللي هو البرنامج بتاع المسابقات ده اللي غنى ده اسمه عرب ايديال ولا ايه؟ هو مش ده بتاع نانسي عجرم ومعاه تلات رجاله؟ بتاع نانسي عجرم ورجب علامه والواد اللي هو اللي بيقلدني ده. اه الواد ده بيقى قوي، شكله وحش، لازم يمشي من البرنامج. هو مين ده يا حسنين الشافعي ده؟ حسنين؟ يلا يا عم خلصنا. حسنين مين؟ شكلك ده. طب قلت لهم يا بخت؟ قلت لهم هنسال النجم الاول، لو وافق هناخد الموضوع باكج، هنغني ونمسك البوفيه. يا ابن الصايعة بخة. طب بقول لك يا بخ، خمسة بالحب عشان في ضيوف. اه ماشي. انت لابس ايه انت؟ قلتك لله. اتفكر الدور بيرا. يا اسطوره، مش ورانا شغل ولا ايه؟ على السكة على الدغري كده، اصل اليومين دول مشغول ياما. مشغول ياما؟ اه مشغول ياما، بعزل وبنقل حاجات وكلام في سرك كده، بحضر لتونتي جديد مع شادي. شادي انت هتغني مع شادي محمد؟ شادي محمد مين بس يا دكتور؟ شادي، شادي المطرب الغامق ده اللي عمل توينتي مع تامر حسني وكسر الدنيا. شادي؟ شادي اه. انت مجنون يالا، شادي هيغني معاك انت؟ اه يغني، ما يغنيش ليه؟ ولا عصفور، انا كنت موافق على موضوع الغنى ده على انه كاموفلاج عشان ما حدش يحس انك الرجل العنالي، لكن لو هياخدك مننا ملوش لازمه. لا معلش بقى يا دكتور، الفن والمغنى هو حياتي ومستقبلي. الطيران ده مش مضمون، اقع كده ولا كده يجي لي رباط صليبي، عضله خلفيه، اقعد في البيت زي حسام غالي ولا ايه؟ ماشي عصفور، عرفت تقنعني. ايوه كده يا دكتور، احبك وانت بتاخد وتدي بشكل ودي. لا بس استنى، مش معنى كده ان الاولويه للفن. انا موافق ان انت تامن مستقبلك، بس وقت ما احتاجك كرجل عناب الاقيك معايا. ماشي استبينا يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتبعديني عن حياتك بالملل، وخلتيني أقول خلاص مفيش أمل. استمري هتخسريني، استحالة هتكسريني، وحسسيني إنك حجر أو وردة دبلت الشجر. صبرت صبر غريب رهيب لا يحتمل. لا يحتمل فعلا. احسنت يا رباب، خدمت سعادتك يا باشا. المحشي مش قد كده يا فايز. مش هتكتب لي على خروج بقى والنبي. انسي، انت مش عارفه ان انت المتنفس الوحيد ليا هنا ولا ايه؟ بسم الله ما شاء الله على حس الامن. انا قلت مش هلاقي تأثير بيه غير هنا ومع رباب. اقعد اقعد يا مدح. تسمع ايه؟ لا مش عاوز اسمع حاجه. يلا بس عشان عاوز اتكلم معاك انا وانت لوحدنا. يا عم اقعد اقعد، رباك خلاص بقت مننا وعلينا. اقعد اقعد. ازيك يا رباب؟ اهلا منورنا يا مدحت باشا. اهلا. اشرب حاجه، تشرب حاجه، عامل لنا شاي يا فايز. من عينيا يا باشا. يا تأثير بيه مالك؟ بقالك كام يوم كده مش عاجبني، في ايه فضفض لي؟ عارف يا مدحت، حاسس ان انا سنين حياتي بتمر قدام عيني، حاسس ان عمري بيتسرسب بين صوابعي زي الميه. عارف الاحساس ده يا مدحت؟ لا مش عارف. في طمني عليك، فهمني اكتر. الصراحه مدحت انا ودينا مفيش تيمبو كده بينا، مفيش خيال، الواقع ممل، الحياه رتيبه، المشاعر متجمده. بس 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 انا فهمتك يا تأثير بيه، بس ده عادي ما تقلقش. كل علاقة بتعدي مرحلة خريف، المشاعر فيها بتدبل وبتقع. خريف ايه يا مدحت؟ ايه كلام مسرح الطليعة اللي انت بتقوله ده؟ اوفر جدا. اوفر ايه يا فندم؟ اوفر عشان بقول لك خريف وانت عمال ترزعلي في متجمدة في متجمدة وانا قاعد ساكت؟ حرام عليكم بقى، ادونا فرصتنا بقى. عموما عاوز اطمنك، يعني اقول لك مشكلتك حلها معايا. وايه حلها؟ ركز معايا.
الواحد مننا لما بيعرف واحد على مراته بتبتدي مراته تصعب عليه. اه فيبتدي لما يشوفها مشاعره تبقى جياشه، يبقى سخن كده. قال ايه؟ هو كده بيعوضها اللي بيعمله معاها. قصدك اخونها يا مدحت؟ طبعا واضحه يعني تخونها، بس ده صعب جدا. صعب ليه يا فندم؟ ما تعرفش تخون مراتك؟ لا صعب جدا اجيب حد اخون مراتي معاه. اه انت بقالك فتره ماشي ملتزم، واكيد رميت الصفحه الشمال اللي في حياتك. يعني مش بالظبط يعني، بس ماشي. طب ما تدور في دفاترك القديمه. مفيش دفاتر قديمه اصلا يا مدحت. اه تأثير بيه فهمي، معلوش دفاتر قديمه. طب سيبني كده انا ادور. رانيا مجدي. رانيا مجدي بنت خالي الدين يا مدحت، مسجل نمرتها عشان بجيب لها الرخص. اسف يا فندم اسف. حبيب قلبي سميحة السيد مخربش اهو. سميحة السيد؟ سميحة السيد الشغالة يا مدحت؟ سميحة يا مدحت الشغالة، ما انت عارفها يا مدحت. ايوه يا فندم انا اسف اسف اسف. جبتك يا ديب. ولاء شريف. ولاء شريف؟ ولاء شريف ده راجل يا مدحت، ده واحد صاحبي يا مدحت كان معايا في الفصل، وكنت انا وهو اضحوكة الفصل يا مدحت. ولاء شريف وتيسير فهمي. ايه حكايتك بقى؟ ايه حكايتك بقى؟ مالها منحاسه معاك كده ليه؟ ما عندكش علاقه واحده قبل الجواز ولا بعده؟ انا اصلا ما عرفتش اي حد في حياتي غير دينا يا مدحت. مش عشان انا مش مرغوب من الطرف الاخر، بالعكس انا مرغوب جدا من الطرف الاخر. وانا صغير كان بيجي لي حريم بالعبيط، بس انا كنت يعني ملتزم شويه. ده انت شكلك كنت ملتزم كتير. عموما ما تقلقش حلك مع مدحت. بسم الله ما شاء الله، انا كل شويه بكتشف حاجات. الشقه الله اكبر، الف الف مبروك يا عصفور. الله يبارك فيك يا عم. ده ايه ده؟ ده تعمل لها كم متر دي؟ اه ها؟ لا اصلي ما رضيتش اقيس يا عم هيثا، اصلي بخاف من النبر. وتعمل كام باك ومصلحه ده عصفور؟ دي يا سيدي الراجل اخد مني 30,000 وكل اول شهر ياخد 3 ورقات، نظام يعني. انت ناوي تعملها ايه بالظبط؟ بص بقى يا عم هيثا، من هنا من قلب المكان ده هيطلع مزيكتنا واحاسيسنا وافكارنا كلها. الله الله الله، التفكير الرايق بتاع زمان رجعتني لموسيقار الاجيال عبد الوهاب. ابو وهاب كان عامل موكله للالاتيه بتوعه برضه. عبد الوهاب ايه بس يا عم هيثا؟ انا عايز اعدي ابو وهاب بكتير. لما اخذ ابو وهاب كان عود بس، احنا اللهم صل على النبي معانا قانون ومعانا اكارديون، ولو عاوزنا عود نبقى نمضي الوقت ترتشي. هتعدي وبكره تقول عم هيثا قال لي. يا رب يا عم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك يا بت نتاشا، عايزك تيجي بقى بكره الصبح تسايق المطرح كله. يا سلام، من عينيا الاثنين. ده انا مش هسيقه بس، ده انا هخليه فله. لو وقعت منك لقمه كده ولا كده على الارض خدها على بقك على طول. ايه يا عم هيثا؟ رايح شويه احسن. طول فين بس يا عم هيثا؟ رايح البت. تتكل على الله فين بس؟ انت هتقعدوا معايا هنا انت والبت نتاشا، المكان يسعنا كلنا. الكلام ده جد ولا فض من جد؟ جد والله العظيم يا عم هيثا. تقوم السامعه ما تروح تجيب الشنط بالحاجه اللي في الشقه وتيجي. شنط ده ايه يابا؟ هتقعدني في بيت برضك مع راجل غريب. انا غريب ايه يا بت؟ ده اخوكي. ما تقولش كده يابا. ايوه اخوك يا بت نتاشا. في يا عم هيثا؟ هي فاكره عشان ربنا كرمني هتغير معاكوا؟ بقول لك ايه يا عصفور، انا كلمه اخويا دي بتنرفزني. انا مش ناقصه اصلا، ولا انت اخويا ولا انت مش اخويا. في يا بت انت اتجننتي ولا ايه؟ انا ماشي وسايبهالكوا تضطر على دماغكوا انتوا الاثنين. عندي مشوار ساعه كده وراجع. 60 ده هي على ابو شكلك لما اخذ عم هيثا. اطلع. ايه؟ انا نتاشا. اطلع. طيب ايه رايك في الطقم ده بقى؟ ايه رايي يا مدحت؟ انت جايب لي كل اللي ممسوكين ادب؟ يا فندم مفيش فرق ما بينهم وبين مدام دينا يعني. انت مجنون يا مدحت؟ مفيش فرق بين دول ومراتي؟ يا فندم مش قصدي يعني، قصدي ستات ستات زيها، مش مدام ستات يعني. فهمتك. طيب طب ما فهمتني بقى ما تنقي يا وحش. طب بقول لك ايه يا مدحت؟ ما تنقي معايا كده لناخد حاجه تطلع مش تمام نرجع نرجعها. لا دول ما بيرجعوش. طب ايه رايك في مشعر اسود دي؟ حلوه كده عودها ملفوف تستحمل يعني تشيل مش بطاله. ايه رايك انت في المشعر اصفر دي؟ ستايل اكتر كده ووشها اتراكتيف. مش سكتي بس مش مشكله، انت اللي هتشيل. ولا بقول لك ايه؟ ناخد النضاره. نضاره وشعر اصفر؟ ما ترسم على بره يا تيسير بيه بقى، مش هنقعد نلعب. اقول لك خد رباب. نعم يا مدحت. انت ازاي تفكر في رباب بالاسلوب القذر ده؟ يا فندم مش قصدي حاجة، مش قصدي حاجة، أنا قصدي أقول يعني رباب مننا علينا يعني. خلاص أنا هاخد المشعر أصفر. ما بلاش يا فندم المشعر أصفر، يعني شايفها كده محملة شوية عليك. نعم يا مدحت، أنت تتحداني؟
مش قصدي يعني، بس انا ايه رايك ان انا مش هاخد غير المشعر اصفر؟ انا خايف عليك. ساعة زمن وتبقى جاهز يا فندم. ساعة زمن ايه يا مدحت؟ انا قدامي ساعة زمن وابقى في المطار انا ودينا ونظام. لا ما تقوليش بالليل مسافر مع دينا ونظام. انا هنا اللي اقول تعمل ايه، ده على الخطه القديمه. الخطة الجديدة حضرتك هتوصل المدام على الطيارة هي ونظام بيه، تركب الطيارة تروح الأقصر، ترجع لي تخلص على المزة وبعد كده تحصلهم تاني يوم. وده المدحت. انت طلعت مدحت اكتر ما انا كنت متخيل يا مدحت. تحرجنيش بقى تأثير بيه. تعالي. ايه؟ تعالي بس. واخدني فين؟ تعالي بس. انت خايفة ليه؟ انا عازمك على الغدا هنا، بس مش هينفع يدخلوك المطعم باللبس ده. نعم ليه يعني؟ فهمي بس وطي صوتك، هما هنا اليوم حاجات غريبة كده. انت مش شفتي واحنا داخلين في يافطة كده على اليمين فوق بتاع السيكيوريتي مكتوب عليها ممنوع دخول الجرابيع؟ نعم يا دلعادي. ابوس ايديك ابوس ايديك يا ناتاشا. بصي هم بصي هم هنا جهلة، يعني يقول لك ممنوع الجلاليب، ممنوع المناديل البوية، ممنوع الابايب. ايه اللي فيها يعني؟ بس ما تقلقيش انا عامل حسابي، هتاخدي الحاجات دي وهتخشي على السبا، هتلاقي واحدة اسمها مدام فيدات، قولي لها انا من طرف بيرم وهي هتقوم باللازم. ايه يا ناتاشا مالك خايفة ليه؟ الزبان ده ايه بالظبط؟ ربي. مساء الخير. معلش هتطفل على حضرتك شويه واسالك، تحب تاخد المنيو دلوقتي؟ لا معلش نستنى شويه، اصل انا مستني ناس. اه طب هتطفل تاني واسال حضرتك، الناس اللي جايين دول فيهم واحده ست؟ اه هم الناس دول واحده ست اصلا. اه اصل انا واخد بالي ان حضرتك حاجز البرايفت روم كلها لوحدك، معلش لو فيها تطفل تاني. الست دي في علاقه بينكم؟ في حب مشاعر حاجه؟ لا معلش انا بقى لو في تطفل يعني. انت مال اهلك؟ واضح ان حضرتك اتضايقت. انا مش عايز حضرتك تضايق خالص، انا شايفك بس ملخوم شويه وعايز اساعدك. هو انا باين عليا قوي اني ملخوم؟ اه باين حضرتك، اصل انا بقالي هنا 5 سنين شغال في المكان ده، ورد عليا عشاق وحبيبه اشكال والوان، فاقدر اقول يعني اقدر اساعدك في الغرض اللي انت جاي عشانه هنا، يعني لو حبيت تفاجئها تبهرها تطلب ايديها مثلا ان شاء الله، لو حتى عايز تطلع يا برنس. وانا فعلا ملخوم لشوشتي قوي. طب تعالى 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 اتطفل واقعد. اه تمام ميرسي. انت اسمك ايه؟ اوراني. لا ما انا خدت بالي من ساعه ما دخلت انا بقى، بس اسمك اسمك ايه؟ انا اسمي اوراني يا فندم، اوراني الدشاوي. كده برضو صدفه غريبه جدا الشغل والاسم. طب بص يا اوراني، اصلا اول مره في حياتي اخرج فيها مع واحده، هي اصلا اول مره في حياتي اعرف واحده، انا كل اللي عرفتهم قبل كده قرود. قرود؟ لا حرام حرام نقول عليهم كده يا فندم، دول نعمه من عند ربنا. لا لا انت مش فاهمني، هم مش قرود شكلا، هم قرود 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 في البطاقه. قرود قرود يعني؟ اه قرود. وحضرتك كنت مع القرود بت معلش يا فندم اتطفل اقول الحمد لله ان ربنا تابع لحضرتك. ايه يا حمار انت، انت فهمت ايه؟ دول قرود بعمل عليهم تجارب، انا وهم اصحاب عادي مفيش حاجه. طيب بص يا فندم، ما انا معلش هتطفل تاني وهظبط لك بقى المكان هنا، هجيب لك شمعتين ننورهم وبعدين هجيب لك شويه ورد وتورتايه نكتب عليها اسمها او اي حاجه انت عايز تكتبها ان شاء الله، حتى نكتب اسمها بالورد على الارض زي ما انت عايز. يا الحاجات دي ممكن تبسطها؟ تبسطها دي هتخليها تدوب فيك، بعدين انت مش محتاج يا فندم، حضرتك جامد جامد. انا جامد؟ ايوه جامد، انا جامد واعرف اوقعها. اوه انا جامد، قول كده انا جامد واعرف اوقعها. اوه انا جامد واعرف اوقعها. اوه بالظبط، المزز بتدوب في الحاجات دي صدقني. هي المدام اللي جايه او البنت اللي جايه مزه برضه ولا ايه؟ انت هتصاحبني اطلع بره. طب هجيب لحضرتك الورده. انا عصفور بقول لك ايه، عايزك في خدمه. لا طالما خدمه يبقى عنايه ليك يا دكتور بيرا. مش شغل يا اخي، دي حاجه ليا انا. ايه مسدس الرش بتاع الناموس؟ طب وده انا اجيبه ازاي بس؟ خلاص ماشي انا هتصرف. لا والله هتصرف. خلاص ماشي يا دكتور بيرا، سلام. وكده بقى الورد ما فاضلش اي حاجه. انا مش عارف اشكرك ازاي يا اريال. أوراني يا فندم. أوراني سوريا. ما تفرقش كل واحد. بص أنا عايزك تبقى جامد. واثق من نفسك. أنا جامد. ثقة، علو، كبرياء، تقيل. قول ورايا، أنا جامد هعرف أوقعها. أوه أوه جامد هعرف أوقعها. أوه أوه يلا أوه جامد هعرف أوقعها. السلام عليكم. صلاة صلاة.